الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نجدد الولاء والعهد إلى شهيدنا الميداني الغالي أحمد إسماعيل. نعم، سنكون أوفياء إلى شهدائنا الغالين، وخصوصا هذا الشهيد شهيدنا أحمد إسماعيل. وهذه الليلة بتاريخ 31/3 ذكرى استشهاده، نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس هناك نحن كآباء شهداء أن نكون متنازلين عن القصاص من القتلة الذين قاموا بقتلهم، وبالخصوص بما أن هذه الليلة ذكرى شهيدنا أحمد إسماعيل، نطالب بالقصاص العادل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على من ظلمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.